السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا الرابع في وحدتنا التامنة، واللي بيكلمني عن The Power of Honey. The Power of Honey يعني قوة العسل. تاني The Power of Honey يعني قوة العسل. تعالوا يلا نبتدي بكلماتنا، بس قبل ما نبتدي لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا عندنا اول كلمه هي كلمه sunburn يعني ضربه شمس او حروق الشمس. عندنا كلمه sunscreen يعني كريم واقي من اشعه الشمس. pills اكراس دواء. bacteria يعني بكتيريا. treatment يعني علاج. wound يعني جرح. healing يعني شفاء. injury يعني اصابه. تعالوا يلا نشوف مع بعض الاكسترا فوكابولاري اللي هو مدهالي. اول كلمه كلمه skin يعني جلد. medical care يعني عنايه طبيه. illnesses يعني امراض. cupboard دولاب او خزانه. maybe perhaps يعني ربما. recently يعني حديثا او مؤخرا. scientists يعني علماء. jar برطمان. substance يعني مادة. safe يعني آمن. treating يعني علاج. تعال حبايبي يلا نشوف تصرفات الأفعال. نبدأ بالأفعال المنتظمة. عندنا kill killed heal healed contained mixed damaged happened. بالنسبة للأفعال غير منتظمة. cut no new put. تعالوا حبايبي يلا نشوف الاكسبريشنز اللي معانا. اول كلمة كلمة get better او الاكسبريشن معانا get better يعني يتحسن. use as يعني يستخدم مثل او يستخدم مثل. make you ill يعني يصيبك بالمرض. تعالوا نشوف حبايبي يلا المين بوينتس اهم النقاط الرئيسية اللي هو مدهالي في الدرس ده. بيقول honey is also used as a treatment for some injuries and illnesses. طبعا بيقول ان العسل ده بيستخدم في علاج بعض الامراض والاصابات. Doctors have used honey for thousands of years. طبعا الأطباء استخدموا العسل لآلاف السنين. طبعا التالتة بيقول لي some types of honey can kill bacteria. طبعا بيقول لي ان بعض انواع العسل تقدر تقتل البكتيريا. تعالوا يلا حبايبي نشوف اول كويز مدهالي واللي بيقول لي فيها I use it to protect my skin on the beach. طبعا انا بستخدم ايه حبايبي عشان احمي جلدي على الشاطئ؟ اكيد sunscreen. وsunscreen يعني كريم واقي من اشعة الشمس. number 2 بيقول لي she took to A for her headache. طبعا هتاخد ايه عشان الصداع؟ اكيد to pills. وpills حبايبي معناها حبيتين دواء. number 3 بيقول لي you need to take the medicine for A your wounds. طبعا بيقول لي انت محتاج انك تاخد الدواء عشان ايه؟ الجروح. اكيد عشان تعالج الجروح او تلتئم الجروح. فبالتالي for healing your wounds. طبعا حبايبي هنا مديني بعض التعريفات. اول كلمه كلمه heal بمعنى يتحسن او يلتئم. to get better يعني يتحسن. bacteria a very small thing that can make you ill. طبعا حاجات صغيره كده تخليك تتعب. treatment يعني علاج. medical care to help you get better. بقول لي ان دي عنايه طبيه بتخليك تتحسن. wound اللي هي الاصابه او الجرح. قال لي an injury that damages your skin. تاني an injury يعني اصابه. damages your skin يعني بتدمر جلدك. تعالوا حبايبي يلا نشوف موضوعنا واللي بيكلمني فيه عن the power of honey. قوه العسل. بقول لي do you like honey؟ يا ترى بتحب العسل؟ perhaps you enjoy eating it for breakfast. ربما انك تكون بتحب تاكله على الفطار. or maybe you enjoy it in a sweet basbousa. او ممكن تستمتع به وانت بتاكل بسبوسه مسكره. but did you know that honey isn't only a food؟ يا ترى كنت تعرف ان هو مش بس طعام، ليس فقط طعام يعني. it's also used as a treatment for some injuries and illnesses. ده كمان بيستخدم كعلاج لبعض الاصابات والامراض.
In some countries, honey has been used by doctors for thousands of years. في بعض البلاد استخدم بواسطة الأطباء لآلاف السنين. It was first used to treat wounds. في الأول طبعا كان بيستخدم لعلاج الجروح by Egyptian doctors around 5000 years ago. طبعا بواسطة الأطباء المصريين والكلام ده من 5000 سنة تقريبا. Recently, scientists have tried to find out exactly why honey is so good for healing wounds and treating illnesses. بيقول لي بقى الأطباء حاولوا يعرفوا يا ترى ليه هو مفيد في علاج الجروح وعلاج الأمراض. Scientists يعني العلماء know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria. بيقول لي طبعا العلماء عارفين ان بعض انواع العسل بتحتوي على اشياء في قدرتها انها تقتل البكتيريا. This helps wounds to heal more quickly. وده بيساعد الجروح انها تلتئم بسرعة اكبر. You must be careful however. The honey that doctors use is a special honey only that is safe to use as a treatment. بس انت لازم تخلي بالك مش اي عسل كده بيستخدمه للعلاج. ده نوع مخصوص من العسل بيستخدمه الاطباء ولازم يكون امن كعلاج. So if you have a jar of honey in your cupboard. لو انت عندك أكيد برطمان عسل في الدولاب بتاعك. You can mix it with milk. ممكن تخلطه باللبن حبايبي to make your cough better. يعني لو احنا خلطنا العسل الأبيض باللبن ده ممكن يحسن الكحة بتاعتنا. But don't put it on your kidney. اوعى تحطها على جرح الركبة. يبقى شكل ما احنا شايفين حبايبي واتكلمني عن العسل ازاي هو مفيد وبيستخدم في المجال الطبي. تعالوا بقى حبايبي هنا بيقول للسن يلا نستمع وبعدين كومبليت ونكمل الجمل دي. بقول لحبايبي bees have 5 eyes and 6 legs. بقول لي ان النحل طبعا عنده 5 عيون وكمان 6 ارجل. They see all colors except the red color. بيشوفوا كل الالوان ما عدا اللون الاحمر. Worker bees go from one flower to another. بقول لي طبعا النحل العامل بينتقل من زهرة لاخرى. In one collection trip a bee visits 50 to 100 flowers. بيقول لي في الرحلة حبايبي الواحدة النحلة بتزور من 50 لـ100 زهرة. It takes 21 days for an egg to develop into an adult bee. واللي بياخد طبعا 21 يوم عشان البيضة تنمو وتبقى نحلة بالغة. طبعا حبايبي لو شفنا السؤال الاولاني هنا بيقول bees have 5 eyes and 6 اكيد 6 legs يعني 6 ارجل. Number 2 بيقول they can see all A except red اكيد all colors يعني بيشوفوا كل الالوان ما عدا اللون الاحمر. Number 3 بيقول in one collection trip a bee visits 50 to 100 في الرحله الواحده بيزوروا من 50 لـ100 A اكيد flowers. Flowers يعني ازهار. Number 4 بيقول it takes 21 days for an A to develop into an adult bee. بياخد 21 يوم عشان الـ A تبقى نحلة بالغة. أكيد an egg البيضة طبعا. يلا مع بعض نشوف السؤال الثاني. سؤال التوصيل بيقول بكتيريا كان. بقول لحبايبي ان البكتيريا دي تستطيع. قلنا كان حبايبي بيجي وراها فعل في المصدر بدون اي اضافات. فبالتالي انا عايز فعل فبالتالي هقول بكتيريا كان ميك يو ال يعني ممكن تخليك مريض. طب تعالوا نشوف نمبر 2 بيقول يو كان ميكس هاني وذ اي. احنا قلنا حبايبي ان احنا نقدر نخلط العسل باللبن يبقى وذ ميلك باللبن حبايبي تو ميك يور كوف better. Number 3 بول I put a bandage on. طبعا هحط ضمادة على ايه اكيد my cutney على جرح الركبة. Number 4 بول some types of honey يعني بعض انواع العسل حبايبي مالها اكيد بعض انواع العسل ممكن تقتل البكتيريا فبالتالي هقول some types of honey can kill bacteria. Number 5 بول a wound الجرح او الاصابة is an injury. طبعا قلنا بتدمر الجلد فبالتالي هقول that damages your اسكن يعني بتدمر الجلد بتاعك. تعالوا حبايبي يلا نشوف القطعة بتاعتنا واللي برضو بتتكلم لي عن النحل وعسل النحل. بيقول لي In some countries honey has been used by doctors for thousands of years. It was first used to treat wounds by Egyptian doctors around 5000 years ago. Recently scientists have tried to find out exactly why honey is so good for healing wounds and treating illnesses. Scientists know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria. This helps wounds to heal more quickly. You must be careful however. ولازم تكون حريص.
تعالوا نشوف اول سؤال معنا بيقول لي the main idea of the text is about. طبعا الفكرة الرئيسية حبيبي في النص ده عن ايه؟ اكيد عن هاني، وهاني حبيبي اللي هو العسل. تعالوا نشوف حبيبي نمبر 2 بيقول لي the underlined word heal means. قلنا heal دي معناها يلتئم يعني عالج، فمعناها ان هي get better يعني يحسن. نمبر B بيقول لي answer the following questions. Summarize the first paragraph in one sentence. بيقول لي حبيبي لخص ال first paragraph في جملة واحدة. طبعا الفقرة الأولى حبيبي كان بيكلم لي عن العسل وفوائده في علاج الإصابات والجروح، فأكيد هقول هاني العسل يعني is good for، قلنا good for حبيبي يعني مفيد لي، healing wounds and treating وعلاج illnesses. illnesses حبيبي يعني الأمراض. تعال نشوف السؤال الرابع بيقول لي why is honey so good for healing wounds. ليه حبيبي الهاني جيد في علاج بعض الأمراض أو بعض الجروح؟ قلنا إن هو فيه أشياء بتقتل البكتيريا، يبقى إذن هقول because it has يعني هو فيه things أشياء حبيبي that التي can kill يعني تقدر تقتل بكتيريا، تقدر تقتل حبيبي البكتيريا. تعالوا يلا حبيبي نشوف سؤال الترتيب بيقول thousands of used doctors honey years for. طبعا عايز اقول الاطباء استخدموا العسل من الاف السنين، يبقى اذا هقول doctors الاطباء used يعني استخدموا honey العسل thousands of years ago يعني منذ آلاف السنين. number two a have I of honey jar. طبعا عايز اقول انا معايا برطمان عسل، فاذا هقول I have a jar of honey يعني انا معايا برطمان عسل. number three the sweetest earth substance is honey on. طبعا عايز اقول ان العسل هو احلى مادة على كوكب الارض، فبالتالي هقول honey is the sweetest substance. وانا substance حبيبي بمعنى مادة on earth يعني على وجه الارض. number four بقول لي honey عمر like you do. خلي بالك حبيبي ان عمر جاي قبلها كومة معناه ان هو منادى وبيجي في اخر الكلام، فبالتالي هقول do سؤال عادي خالص الفعل بتاعي you الفعل الاساسي بتاعي like honey وهنا عمر حبيبي منادى عمر. التاني do you like honey عمر يعني هل انت بتحب العسل يا عمر. طب تعال نشوف حبايبي يلا سؤال البنكتويشن نمبر 1 بيقول لي you enjoy eating honey for breakfast. طبعا you why حبايبي هتبقى capital enjoy eating honey for breakfast. طبعا نحط في الاخر full stop. number 2 بولي what do you use honey for. بتستخدم الهاني في ايه؟ جاب له حبايبي بتاعت what capital عشان في اول الكلام do you use honey for في الاخر طبعا question mark بتاعتي عشان ده سؤال. تعالوا حبايبي يلا نشوف الباراجراف بتاعنا واللي بيكلم لي عن الهاني، بيكلم لي عن العسل. وطبعا لما بيكلم لي عن العسل انا عارف ان العسل ده غذاء مفيد جدا وطبعا معظم الناس بتحبه، فانا ممكن ابدا بالجمله البسيطه دي واقول I like honey. I like honey يعني انا بحب العسل. ممكن اقول ان العسل ده غذاء مميز، يبقى هقول it's a special food يعني هو طعام مميز او طعام خاص. طب العسل بيجي منين حبايبي؟ اكيد بيجي من النحل، فهقول honey comes
from bees. يعني العسل ده بيجي من النحل. طبعا عارفين حبايبي ان العسل مش بس غذاء ولكنه كمان علاج لامراض كتيرة. فاذا هقول it isn't only food. يعني هو مش بس غذاء. امال it is used, يعني هو بيستخدم حبايبي as a treatment, وtreatment حبايبي بمعنى علاج, for many wounds, الكثير من الجروح, and illnesses, والأمراض. طبعا عارفين الأطباء بيستخدموه كعلاج, فهقول doctors use it as medicine, يعني الأطباء بيستخدموه كعلاج. طبعا عارفين ان احنا ممكن نخلطه مع اللبن عشان يخلي او يحسن الكحة بتاعتنا, يعني هقول we can mix it with milk to make our cough better. طبعا ممكن اختم واقول ان هو طعام مفيد جدا, فهقول it's very special food, يعني هو طعام مميز جدا. ممكن لتفادي التكرار اقول دي كلمة useful, ويوسفل حبايبي بمعنى مفيد. وبكده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا عن العسل وقوة العسل وازاي انا بستخدمه كغذاء وكمان كدواء. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.